جمعية لمسة أمل أشكركم جميعا كل واحد باسمه على تلبية هذه الدعوة من أجل المشاركة في هذا النشاط حول موضوع ظاهرة شغب الملاعب وبشراكة مع نادي النجم الرياضي الحسني. وبما أن المجتمع المدني يعتبر شريكا في الحياة العامة وحليف القرب بالنسبة للمواطن وكذلك لجميع الأحداث التي تطفو على الساحة، لذلك ارتأينا أن نبادر بمناقشة وتدارس هذا الموضوع مع فعاليات المجتمع المدني، رؤساء الجمعيات الرياضية، رؤساء النوادي، الصحافة، و بيان سور الأستاذة الطبيبة النفسية والأستاذ المحامي. سأعطي الكلمة للأستاذة زهور حليم النائبة الأولى لرئيسة جمعية لمسة أمل ومسيرة هذا اللقاء. كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أولا أتقدم بالشكر والامتنان للحضور الكريم ولضيوفنا الأعزاء الذين أبوا إلا أن يحضروا معنا ليشاركونا هذه الأمسية التي حرصنا فيها على مناقشة موضوع جد مهم يفرض نفسه على الساحة الوطنية والدولية، ألا وهو ظاهرة شغب الملاعب. إنها ظاهرة وآفة خطيرة تضرب مستقبل اللعبة في العمق وتزكي التطاحن والحقد والكراهية بين أنصار الفرق. الواقع أن الأعمال الإجرامية التي تقترف بمناسبة التباري الرياضي تسيء كثيرا لقيم الرياضة وتجعل مشاهد الرعب والترويح حالة مستدامة بمضامرنا الرياضية، لدرجة أن كثيرا من الملاحظين وصفوا بعض الانفلاتات بالملاعب بكونها إنتاج مباشر للإجرام، وأن الوضع وصلت إلى درجة الحديث عن سلوكات هي أقرب في علم الاجتماع الرياضي إلى ظاهرة الهوليغانيزم، منها إلى حركة الألتراس، علما أن الفكر الأول لا يؤمن إلا بعقيدة المواجهة والعنف، أما الفكر الثاني فهو يجد ضالته الاحتفالية وصنع الحدث بالمدرجات، لكن نواة الألتراس لا تستطيع دائما السيطرة على تصرفات وانزلاقات بعض الشرائح المشجعة التي تنتمي إليها، خصوصا أحداث القاصرين اجتماعيا. ولا ننسى كذلك الإدمان، حتى الإدمان حتى هو على المواد المخدرة أو ألعاب إلكترونية، ألعاب فيديو، حتى هو كيشكل واحد السبب مهم الذي ينمي غريزة العنف والغضب والعدوانية التي تأخذ اتجاهات سلبية تتمثل في الحقد والكراهية والرغبة في إيذاء الناس وفي إيذاء الذات، نتيجة سرعة الانفعال وعدم القدرة على التحكم بالمشاعر. وهذا العنف هذا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الرفض أو الاحتجاج بدل الحوار والتواصل السلمي. وفي الأخير كنقول بأنه للتقليص من هذه الظاهرة ماشي لما نرى هذه الصور صراحة نأسف لهذه العمليات التدميرية التخريبية. ورجل الأمن يجاز على كرامته وعلى سلطاته شبه يعني يؤسف له بهذه الطريقة. إذن هنا نطرح سؤالا عارضا على من المسؤولية؟ على من المسؤولية؟ هل المسؤولية على الآباء
على المقطرين، على الرياضيين، على الإعداد، على الدولة، على رجال التعليم، أم عن ماذا؟ أنا جمهور كنمشي للتيران، ربما كنشوف بحال الإخوان اللي تيكونوا في التيران، غنقولوا الشباب غنقولوا مشاكل فيه كاملين، حتى الأخ اللي كيدافع على الأساتذة، كاينين أساتذة، كيدافع، متفق معك، كاينين أساتذة، في البوليس كاينين بوليس، في المنظمين ديال التيران كاينين تيران. الصحفيين ساو السهل مع المشكل ماشي جدايا انا واحد المتبعين ديال المشكل ولكن راه كاين واحد اخرين في قنوات اخرين الله يسمح لهم ما انت الدارجه ودارجته ماشي دارجه دارجته باش كيهضر ماشي دارجه ديك الدارجه اللي كنهضروا حنا الدارجه اللي كنهضروا بها ما بغيناش نقولوا اسمح ولكن نقدر نقول لك فلان وفلان 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 نهضروا على مركب محمد سلام انا الدار البيضاء مركب محمد الخامس مجهز انا نقول لك انا واحد المجموع كنقول فيتو كاين ديالي كلشي بخير ولكن ملي كتدخل راه كتلقى واحد من رجال الامن اللي سبق سوى امن ديال الدوله او امن ديال الخاص راه مدخل 10 باص وملي كتبغي تتفرج كتلقى 10 ساكنين ما عندهمش بيصه واقفين قدام هو عامر كتقول لي خويا جلس ديك الساعة ديك الساعة ديك الساعة إلا غادي إلا غادي نتحملوا مسؤولية الشعب غادي نتحملوها كاملين وما نلوحوا اللوم على حتى شي حد إلا غندي يد في يد وندير اللي نبغي نمشي للتيران ندي معايا ولادي وندي معايا بناتي وهذيك الساعة أنا غادي للتيران غنتفرج في كورة وغادي نخرج سوا رابح سوا خاسر غادي خارج مصر الترتيب ديال المشاكل راه الأول هو هذا غنزيدوا سيادتكم اللي ذكرتي الطبقات ولا هذا انا الطبقه المتوسطه ما كايناش ما عندناش طبقه متوسطه عندنا طبقه ميته وعندنا الفوق وعندنا الخوال تحت الور الى دخلتي التيران الى جيتي انا ديما نضغط على الضومو يعني على المقام الخامس الى جيتي من فون دو وضغطي بحال حتى تنطبقوا كل طبقه هشه كل طبقه مسكينه كيديروا باش يجيو يتفرجوا كاين هذوك المشجعين اللي زيو طرالي كاين الاخ هذا ما هضروش عليهم ولكن كاين الناس كيجيو يشوفوا من عيط فرجوا حتى كيوليو فيه ربما حتى في ظاهرة الشغب دوينا على الجمهور ديال بكري وعلى الجمهور ديال دابا خصنا ندويو على الإعلام ديال بكري والإعلام ديال دابا على برنامج العالم الرياضي اللي كنا كنبقاو نتسناو فيه تم 11 سهران باش نتفرج في العالم الرياضي ماشي هو البرامج الرياضية اللي عندنا اليوم عندي حتى هو قوس الأستاذ دوات على الظاهرة ديال أولا جا التدخل ديال المسؤول الأمني على الظاهرة ديال الهوليكين أولا كنا نتمناو أنه يكون حاضر بالإضافة للمجموعة ديال المتدخلين الآخرين فتنظيم ديال المباريات غندويو على كازا ايفنت غندويو على انه من الافضل انه يكونوا معنا ممثلين ديال لوزيترا لانه انا دويت على التاريخ ديال لوزيترا في المغرب ربما انا شويه دوزت هاد المرحله في الطفوله وايام المراهقه الى درت تحليل ديال الناس اللي كانوا مؤسسين ديال الوينبس راه غندويو على واحد ولد الحيل حسني اللي هو ادم ماستر في الانفورماتيك غندويو على الاخ عثمان الشفراوي اللي كلكم كتعرفوا اللي كان هو اول امين المال ديال الوينر سين عنده ماستر في لاجيستيون واخذها من فرنسا وكمل القرايه ديالو في البلاد غندوي على زمامه اللي كان في الجرين بويز حتى هو كان هذيك الوقت ماستر دونك راه هاد الناس اللي كانوا كيقودوا هاد الموضوع راه ماشي بيطاليين ولا ماشي ناس اللي ناقصين ثقافيين باش انا نسميو الاشياء مسمياتها ظاهرة شغب الملاعب كما قلت راه هي الحلقة اللي كنوصلوا لها في الاخر اولا باش ندويو على المباراة بصفة عامة ما عندها حتى معنى انني نجيب واحد الشرطي من مضربين الاف ديال الكيلومترات باش يجي ينظم لقاء في كازا هذا راه بحد ذاته كتلقى واحد الشرطي مدى 72 ساعة وتمشي تنوقفو النهار كامل راه اوتوماتيكمون السيد غينفع راه ما ناعش راه اوتوماتيكمون غادي يبان ليه واحد الدري خارج على الصف ولا هذا واخا تكون عنده تيكي اللغه الوحيده اللي كيعرف يدوي بها هي العصا ديالو غيسافر هذاك السيد هذاك السيد ما غاديش يقدر يرد على البوليس ديك الساعه ولكن فاش غادي يدخل الملعب وغنجمعو هذا وهذا 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 هذاك الانفجار هذاك الارهاص اللي عاشوا برا التيران تيفجروا داخل التيران هذا مشكل هنا ابناء المدارس والاعداديات خاصو يقلب على كيقول لك الضبط على بيم كنفرق دير بمعنى هذا الاهمال هو اللي خلق هذا رد الفعل ديال ديك الطفل ديك المراهق ديك التلميذ داخل الملاعب
لماذا؟ لأنه أصلاً خاص الجماعة الكتاب لهذا الشباب، هذا الجيل الجزائري اللي غادي يجي في المستقبل، غادي يجي كجمهور كزبون لواحد الجودة رائعة على واحد الصناعة ديال الرياضة اللي كتفتخر بها الدول المتقدمة، ولكن ما خلقناش لها جمهور. خير في الحقيقه كنا كننتظروا يعني هذا الموضوع ديال شغب الملاعب، يعني اننا ما نقدروش يعني عليه كجمعيه لان موضوع كبير، ولكن الحمد لله لقى واحد الاقبال كبير من طرف الجمعيات الرياضيه ومن طرف الفاعلين سواء الصحفيين سواء الحقوقيين. فعلا كان لقاء يعني متميز بكل الامور، يعني من ناحيه تربويه، من ناحيه ثقافيه، من ناحيه رياضيه. في الحقيقه موضوع كنت متخوفه منه، ولكن الحمد لله استطعنا بفضل الله وبفضل المشاركه اللي كانت حاضره والوجوه الكبيره اللي كانت حاضره معنا اننا ينجح اللقاء. وشكرا. بالنسبه للتدخلات الاخوه اللي تدخلوا في الاطار هذا، التدخلات كانت شيقة، كانت تدخلات قانونية، تدخلات من طرف محامون، من طرف أطباء نفسيين، كذلك من طرف صحافة يعني على المستوى الوطني في الشق الرياضي، كانت تدخلات يعني من طرف رؤساء الأندية الرياضية. فعلا كانت تدخلات في المستوى، هذا الشيء اللي نقدر نقول. وشكرا بزاف، وكنشكر الحضور الكريم اللي زاد شجعنا باش نقدروا كمجتمع مدني نقدروا نحاولوا اننا نلقاو حل لظاهره شغب الملاعب. مصطفى الصواري رئيس الجمعيه الرياضيه لساسفا المنتمي للقسم الشرفي الثاني بعصبه الدار البيضاء لكره القدم. بدايه اتقدم بالشكر الجزيل لجمعيه لمسه امل وجمعية النجم الرياضي الحسني على تنظيمهم لهذا النشاط الثقافي الرياضي التربوي. طبعا يبقى موضوع شغب الملاعب هو موضوع ذو أهمية، موضوع شائك أصبح يؤرق الجميع، يؤرق السلطات المحلية، يؤرق المجتمع المدني، الرياضيات، الأسر وما إلى ذلك. في هذا الملتقى نتمنى أن نخرج بمجموعة من التوصيات أو الحلول أو الإجراءات والتدابير الممكن أن يعمل بها الجميع لاحتواء هذا المشكل الذي أصبح يتهدد القطاع الرياضي برمته. المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والتربويين وما إلى ذلك. نتمنى أن تكون هناك تدابير معقولة لاحتواء هذا المشكل. السلام عليكم، محمد العسري رئيس الجمعية الوطنية للتربية والثقافة، من منظمين هذا النشاط المهم. هذا النشاط داز في أحسن ما يرام، يعني كان بالنسبة للحضور كان حضور وازن، وناس مهتمة بالرياضة وعندها اهتمام بالنشاط الرياضي. وبهذا الموضوع هذا، موضوع ديال شغب الملاعب، هو موضوع ديال الساعه. دابا شنا الاحداث اللي وقعت في الماتش ديال الجيش الملكي وفاس، هذا ارتأت الجمعيه انها تنظم هاد المائده مستديره حول هذا النشاط هذا. وكما شفتوا انتم كصحافه وكحضور كريم ان النشاط داز في احسن ما يرام. التجاوب ديال الاخوان والتدخلات كانت في مستوى، النقاش كان نقاش مهم، وتنتمنى من الله ان تتكرر بحال هاد الانشطه هذه، لانها هي تتستهدف الشارع العام باش ناطروا واحد الفئه ديال الشباب وتا الاباء يكون عندهم واحد الدرايه ان هاد شغب الملاعب تيجي ديما ان الاطفال الصغار اللي ما تيعرفوش تيبداو تيخلقوا واحد المشاكل. كما دخلوا واحد الاخوان وعطوا اسباب هاد المشكل هذا تكمل في الحضور ديال الاطفال. وشكرا لجميع المكونات اللي سهرت على هذا النشاط، ومنهم انتم كصوت العداله اللي واكبتوا هذا النشاط طيله المده ديالو، وكنتوا حريصين على انكم تاخذوا التدخلات وتاخذوا اراء ديال مجموعه ديال الاخوان الحاضرين. وشكرا. دكتوره ناديه كاسنوار طبيبه، فهضرنا اليوم على موضوع الشغب في الملاعب اللي هو ظاهره عالميه اللي كتخص خصوصا فئه الشباب، وخصوصا الشباب في سن المراهقه. والتداخل ديال الاسباب اللي كتؤدي لهذه الظاهره هذه، كاين اسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، اسباب نفسيه،
التي تؤدي إلى اضطرابات وعدوانية وتؤدي إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة. فلهذا كاين الأهمية ديال الأنشطة الثقافية والأندية الرياضية ولملء الفراغ الذي يعيشه هذا الشباب وتحسين الوضعية الاجتماعية لكي لا يحس هذا الشباب بالإحباط. هذه العوامل هذه ممكن تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة هذه، لأنها وخا القانون كي يؤدي إلى عقوبات مالية والسجن في بعض الأحيان، ولكن هاد الشباب هادو ما كيأثرش فيهم هذه العقوبات لأن عندهم روح ديال الانتقام وكيتجلى في التخريب ديال الممتلكات العامة والخاصة. عبد الكريم النخلة، رئيس جمعية اللوحة المغربية. كنحضروا هاد الندوة وواحد النقاش عمومي مفتوح اللي تحصل عنوان ديال ظاهرة الشغب بالملاعب اللي كتنظمو جمعية اللمسة بشراكة مع نادي النجم الرياضي. بطبيعة الحال الهدف من الندوة هو تعطير الجماهير المغربية دائما للظهور بأرقى صورة اللي كتمثل المغرب، والحمد لله أن الجماهير المغربية كتساقي بشكل كبير دوليا ووطنيا، وكنتمنوا ان نزيدوا ناطروا الجماهير المغربيه وجماهير النوادي انهم يبليوا البلاء الحسن في هذا المجال، وانهم يكونوا عندهم الحب ديال الرياضي، الحب الرياضه بواحد الطريقه اللي هي زوينه وفي المستوى العالي، ونقاش مفتوح تعطيري المجموعه من الاطر الرياضيه والشباب والجماهير المحبين للنوادي ديالهم. وكنتمناو اليوم نساهموا ويساهموا هاد الاخوان اللي منظمين هاد المائده في التحسين وفي تطوير لهاد الظاهره، ونتمنوا ان ما بغينا ما بقيناش بغينا نشاهدوا واحد يعني واحد الاحداث ديال الشغب طبيعي الحال اللي كتسيء الجمهور المغربي. وكنوهوا بالعمل اللي قاموا به هاد الجمعيات المنظمه، وشكرا لهم.